والله انا محضر سؤال للكابتن حماده من غير ما اعرف انت هتنهي بعمرو السيسي، ان عمرو السيسي انا عارفه ومرنته في الجيش كتير، لكن انا بقول لك المغزى والمعنى من تغيير عمرو السيسي في بدايه الشوط الثاني. عارفين ان الواد عنده انذار، لكن هناك فايده فنيه جت على نادي الزمالك، وضحها لي يا كابتن حماده من فضلك. بص، عمرو السيسي لعيب كويس وكلنا بنتكلم عليه من سنه واتنين، وكنا بالنادي هو ومصطفى شلبي، وكان انا كنت في النادي على طول بتكلم على الاثنين اللعيبه دول. عمرو السيسي لعيب كوره قوي، لعيب رقم سته، بصير كويس، بيكمل مع المهاجمين، فدي بدايه النهارده ليه كويسه مع نادي الزمالك. انت بتجهزه مستر فيريرا دكتور شاطر، واحده واحده، لا دكتور شاطر في التعامل يا طارق. مستر فيريرا دكتور شاطر في التعامل مع كل الحالات اللي عنده، مع كل اللعيبه، بيعرف يستفيد منها، عارف زي الدكتور كده لما بيجي له حاله كده حاله كده محتاجه شغل، محتاجه طب، محتاجه كده، هو فنيا بيعرف يتعامل، بيعرف يلعب اللعيب امتى، ما بتحسش بغيابات، ودي حاجه مهمه جدا. زي ما احمد قال وجمال قال، عندك الونش النهارده مش موجود، والونش حاجه كبيره، وحسام عبد المجيد حاجه كبيره النهارده، ما حسيت ان الزناري اكنه بيلعب من 5 6 سنين. ده قيمه المدير الفني، دي قيمه مستر فيريرا، ان هو منظم دفاعيا. احنا بنكسب ليه يا طارق؟ عشان خط دفاعنا منظم، يعني مستر فيريرا بيوقف اللعيبه صح، وبيوقف نص الملعب صح، وبتعتمد بعد كده على القدرات الهجوميه والمهارات اللي عندك، مهاره زيزو، سرعه الجزيري، شيكابالا لما بينزل، امام عاشور بتسديداته مثلا وقوته في نص الملعب، هو بيعرف يعمل تشكيله كويسه. فانا ما بقعد حتى هجمات بتيجي كتير عن الزمالك ما بكونش قلقان قوي، ليه؟ لان الفرقه منظمه، وده بيحسب للمدير الفني فيريرا اللي هو بيعمل التشكيله المتجانسه.